وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد بعض النواب بمشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في حين أشار آخرون إلى طلبات الإحاطة التي تم توجيهها لوزارة التموين حول سبل الرقابة على الأسواق ومدى توافر السلع. كان لينا اسهامات كنواب تنسيقيه، يمكن تقدمنا بتعديلات على مواد القانون، وكان اهمها ان يكون تطبيق مشروع القانون من اليوم التالي من نشره ولا حاجه الى فتره انتقاليه يتم تطبيقه في اكتوبر 2024، ويتم التطبيق فور اعتماده من السيد رئيس الجمهوريه ونشره في الجريده الرسميه. وتم الموافقه والتوافق ما بين اللجنه والحكومه والنواب، وافقوا على التعديلات اللي احنا قدمناها، واعتقد ان نشر القانون وتطبيقه هيفيد العديد من المواطنين المخاطبين بالمحاكم الجنائيه، لان هيبقى عنده فرصه ان يبقى في تقاضي على درجتين واستئناف في الجنايات، وفي نفس الوقت هيحافظ على العداله الناجزه. النهارده ناقشنا في الطلبات الاحاطه والاسئله وطلبات مناقشه الموضوع الخاص بالاسعار، ارتفاع الاسعار بشيء غير مبرر، وجود ظاهره الاحتكار في عدد من السلع برضه دون مبرر، ايضا الرقابه على الاسواق. النهارده في سلع زي السكر وغيرها من السلع بدات تتزايد اسعارها بشيء غير مقبول. الاسواق كبيره وكثيره والرقابه قليله، وبالنسبه للسلع النواب استفسرت عن عدم توفرها، وخصوصا السلع اللي هي بتنتج ليها انتاج محلي زي السكر والارز، دي لهم انتاج محلي في مصر، ورغم كده برضو الاسعار بتاعتهم بتزيد، واحيانا عدم توفرهم بشكل كافي للمواطن في الاسواق.